السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم ان شاء الله غنديروا الفقاص باللوز، وصفة مغربية كيجي زوين بزاف بزاف، وكي نعطيكم ان شاء الله جميع الاسرار باش يجيكم ان شاء الله زوين. هذه الوصفة اللي كنت كنعتمدها باش كنخدم الكليان ديالي، هي هذه من نهار صراحة من نهار اللي جربتها ما استغنيتش عليها كاع. ندوزوا ان شاء الله المقادير والطريقة. عندنا خمسة ديال البيضات، خمسة ديال البيضات يكونوا حجم كبير. عندنا زلافة تقريبا عامرة ديال الزيت، زلافة كبيرة عامرة. عندنا كاس ديال السنيدة. الفقاص ما كيبغيش يجي حلو بزاف، نديرو كاس بركة. اللي بغى يدير كاس ونص يديرو. عندنا كاس ديال السنيدة، كاس ديال اللوز. هاد اللوز ما درت ليه حتى شي حاجة، شديتو ومسحتو ما درت ليه حتى شي حاجة. عندنا كاس ديال الجنجلان اللي نقيته وحمرته. وعندنا كيلو ديال الدقيق مغربل بطبيعة الحال. وعندنا خمارة حمراء وفانيا. ندوزو ان شاء الله الطريقة. بالنسبة لطريقة التحضير، غندير خمسة ديال البيضات، نديرهم قصرية. ندير شي اناء، سمحوا لي قبل ما ذكرتش لكم الملح، ندير واحد شوية ديال الملحة. ندير سنيدة، نخدم هاد المكونات مزيان. نخدم البيض ديالي والسنيدة مزيان حتى هاد السنيدة ديالي نحس بها ذابت. نخدمو مزيان، نضيف الزيت، نحاول ندخل هاد الزيت، هاد الزيت ندخله مزيان مع البيض والسنيدة. نخلط الخليط ديالي مزيان ورجع معاكم. هنا كنخلط الخليط ديالي مزيان، راه بدلت القصرية باش ما تعذبنيش في الخدمة، هاديك صغيرة شوية. بديت كنخلط مزيان، نزيد الجنجلان اللي قلت لكم سبق ليا حمرته شويه في الفران، غير شويه، تحمروش بزاف باش ما يعطيكمش المروره. اللوز ديالي خلط مزيان، ندير خماره النار الفاني بعدا الاولى، غادي ندير الخمارة ديالي. الخمارة دابا نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع ليا الخليط. ندير الدقيق ديالي، كندخل فيه بشوية بشوية. وبعد ما جمعت العجينة ديالي هانتوما كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي مقاصحاش في نفس الوقت ماشي كتلصق اليدين. هانتوما ها الكمية اللي شاطت ليا ديال الدقيق هي هادي، هانتوما شوفوا هي هادي، ما كتدخلش ليا كيلو كامل. نحيد هاد القصرية باش نخدم على سطح العمل. وهنا العجينه ديالي غنشدها. هاد الخليط انا كنقسمو على اربعه، كندير اربعه ديال الكويرات يكونوا قد نفس الحجم. قدها ندوز للثانيه حتى هي نفس الطريقه، بحال هكا الجناب. وهادو اللي كيبانوا لنا، هاد اللويزات اللي كيبانوا لنا خارجين، حاولوا ندخلوهم باش تقطع ما يهرسوش لينا الفقاص، وندخلوهم من الداخل. كنضربو هكا في الجناب باش كنخرجو منو الهواء، كيجيناش لداخل، كيجيناش خاوي من الداخل هكا.
صافي نهزها نديرها في اللاطه ديالي بعدها شويه. ثانيه سهله بس الطريقه كمل الحرابي ديالي بحال هكا نحرب العجينه ديالي ونرجع معاكم ان شاء الله. بعد ما حربت العجينه ديالي ودرتها في اللاطه خليت واحد سلافه درت فيها صفار بيضه ومعلقه ديال نسكافيه ومعلقه ديال الكاكاو واحد جوج معالق ديال الحليب. الحليب اختياري هو نسكافيه، الحليب غير باش كيعطينا البريو للفقاس ديالنا. ندهنوا الفقاس ديالنا بهذا الخليط اللي قلت لكم. ندهن الفقاس ديالي واحد الفرشيطه نزين بها الوجه، غير ما نبركش، نحاول ما نبركش باش ما باش ما باش ما نحفرش العجينه ويطرطق ليا الفقاس. نمشي هكا غير بشويه غير من الفوق، غير نحاول نجرد داك البيض اللي كيكون من الفوق ونسكافيه، نخلي واحد الخطوط بحال هكا، ما نبركش على العجينه، ما نبركش على الفرشيطه بزاف هكا. غنديرو فران اللي هو يكون بارد، ما نسخنوش الفران الفقاس، هذه قاعده دائما ما نسخنوش الفران الفقاس. كندخلو الفقاس فران بارد ونقصو عليه البوطه ونخليوه غير يذهب من التحت، غير من التحت ماشي حتى يحمر، يذهب من التحت ويشد راسو من الفوق ونخرجوه. والفران ما نسدوش، دائما نخليو الفران نخليوه منفس شويه على الفقاس ديالنا، نديرو ليه شي معلقه ولا شي حاجه نكيلو بها الباب ديال الفران باش ما تسدش، ونخليو الفقاس ديالنا تيطيب ان شاء الله ونرجع معاكم. ومن بعد ما خرجت الفقاس ديالي من الفران جا على هذا الشكل هذا. دابا فرشت ليه واحد السربيته تكون مبله بالماء ومعصوره مزيان، وغنغطيه بوحده اخرى ونخليه حتى لغدا ان شاء الله، حتى لغدا ان شاء الله، ونتلاقاو ونقطعو ان شاء الله بحول الله. وهنا بعد ما خليت الفقاس ديالي بات ليله كامله غادي نقطعو ونستفو في اللاطه ونديرو الفران. نبداو بسم الله نقطعوه، حاولوا نديروه رقيق ما نديروش غليظ بزاف. يجي على هذا الشكل هذا. نكمل التقطاع ديال القص ديالي، نكمل تقطيع القص ديالي ونرجع معكم. الشكل ديال القص ديالنا بعد ما قطعناه يجي الشكل ديالو زوين وما كيتهرش، هانتوما شوفوا يجي الشكل ديالو زوين وما كيتهرش. غادي نديرو في الفران يتحمر، الفران سخنته وشعلت عليه غير من التحت، غنديرو غير من التحت يتحمر تنحس به يتحمر مزيان، ونقلبه بحال هكا باش يتحمر ليا مزيان من الداخل ويجي مقرمش وداك اللوز اللي فيه يتحمر مزيان ويجي زوين، ونتلقى معاكم ان شاء الله في الشكل النهائي. وهكا كيكون الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا، كيجي محمر كيجي زوين، ها نتوما كتشوفوا كيجي فيه اللوز باين ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. الى عجبتكم الوصفه ديروا جيم وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء، واشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس، وما تنسوناش من تعليقاتكم ودعواتكم. السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.